ريحه الكشري قويه جدا، البصل، الحمص. طبعا عصير القصب هو المشروب الرسمي في مصر، بعشقه بصراحه يعني، بشرب في اليوم ممكن مرتين ثلاثه. واشتريت الايس كريم من بلبن، سعر الكوب ده ب 20 جنيه مصري. حلو جدا. يا صباح الفل من مصر وام الدنيا. النهارده انا موجود في القاهره، المدينه اللي ليها اجواء مختلفه ومميزه عن اي مدينه في العالم. ويا صباح الفل مرة تانية من قلب شوارع القاهرة. أنا موجود حاليا في منطقة وسط البلد. اللي متابعني على اليوتيوب أكيد يعرف أنا عايش برا مصر، وبيوحشني جدا أكلة الكشري، أكلة الشعبية الأشهر في القاهرة وفي جميع المدن المصرية. أنا موجود حاليا أمام كشري أبو طارق، أشهر مطعم للكشري في القاهرة. أبو طارق يعتبر من علامات القاهرة، مكان معروف جدا خاصة كمان للسياح اللي حابين يجربوا أكلة الكشري. بداية أبو طارق كانت بالعربية الصغيرة دي في منطقة وسط البلد، حاليا ما شاء الله المكان أكبر بكتير، كل صراحة يستحق التجربة. زي ما قلت لكم يعني كشري ابو طارق من اشهر او يعتبر اشهر مطعم للكشري في القاهره مصر بشكل عام. زي ما انتم شايفين الصور طلع في اشهر البرامج التلفزيونيه. هو ده ابو طارق، الحاج ابو طارق. صحف عالميه كتبت عنه. فالاجواء بكل صراحه داخل المطعم جميله جدا. دي اكيد مرسومه مش حقيقيه. هنا مع جورج كرداحي، ده في نفس المطعم اللي انا موجود فيه حاليا. وهو ده طبق الكشري من عند ابو طارق، والحاجه الدقه والليمون. شطه. ريحه الكشري قويه جدا، البصل، الحمص. تسلم ايدك يا ريس. طبق الكشري يا جماعه من الاكلات التقليديه الشعبيه في مصر. طبق الشعبي الاول هو عباره عن ميكس من حاجات كتير جدا. اتمنى صوتي يكون واضح. زي ما انتم شايفين انواع مختلفه من المكرونه، الرز، الشعريه مع البصل، الحمص، العدس. البصل ده بيكون طعمه حلو جدا. من الحاجات كمان اللي بتكون حلوه جدا على الكشري الليمون. فبسم الله الرحمن الرحيم نقلب وناخد اول معلقه من الكشري ابو طارق. دلوقتي بعد أكلة الكشري هحاول أتمشى شوية في شوارع وسط البلد. الجو حر جدا على فكرة، بصور الفيديو ده في شهر 9 لكن الجو فعلا حر جدا، في رطوبة كمان مرتفعة في الجو. استمتعوا معايا بجمال المباني هنا في شوارع وسط البلد، مباني كلها عمرها مئات السنين. Thank you.
موجود حاليا في واحد من اشهر شوارع وسط البلد في القاهرة، شارع اسمه طلعت حرب. الجو فعلا حر جدا مع اننا في شهر سبتمبر شهر 9. حاليا حابب اشتري حاجة اكلها من واحد من المحلات المشهورة جدا في الوقت الحالي في القاهرة، محل اسمه بلبن. اشتريت الايس كريم من بلبن، سعر الكوب ده ب 20 جنيه مصري، شايفه سعر مناسب جدا، حجم الكوب فعلا كبير. انا اشتريت ايس كريم ليمون وفراوله، فخلينا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونجرب. الجو فعلا حر جدا النهارده. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدا بالليمون الاول. حلو جدا. بكل صراحة أنا تقريبا كل أجازة بجرب حاجات من بلبن، جودة المنتجات عنده حلوة جدا. نفسي أتمشى وأصور براحتي وأنقل لكم الأجواء من قلب الشوارع هنا في القاهرة، لكن للأسف الشديد يعني في أماكن كتير بيكون ممنوع التصوير فيها والأمن بيمنع التصوير. أنا موجود في المنطقة المحيطة بميدان التحرير، انا منطقة وسط البلد هنا في القاهرة. اجواء حيوية جدا، القاهرة دايما زحمة. انا شخصيا بستمتع جدا بالمشي في شوارع المدن التاريخية زي القاهرة، المحلات اللي على الصفين دول عمرهم مئات السنين. فهي دي الاجواء في القاهرة، يعني احاول كده اتمشى حيث اللي مزارش القاهرة قبل كده او مزارش مصر قبل كده يتعرف على الاجواء في الشوارع. في مصر دايما المحلات كلها مشغلة القرآن الكريم، الحاجات الجميلة جدا. انا بحاول قدر الامكان ما اتكلمش كتير، حابب تعيشوا الاجواء كانكم تتمشوا معايا في الشارع. خابز العيش، من الحاجات اللي بتكون منتشرة جدا في القاهرة اللي هتشوفوها على يميني حالا، أفران الخاصة بالمخبوزات. ممكن أصور؟ ممكن أصور؟ شكرا. أنا دايما بحاول أستأذن من الناس قبل ما أصور بحيث ما أسببلهمش أي إحراج أو إزعاج. من الحاجات المفضلة بالنسبة لي في القاهرة انك تقعد على قهوة بلدي وقت العصار زي ما بيقولوا، تستمتع بكوباية شاي. قهوة موجودة في منطقة وسط البلد بالتحديد اجواءها فعلا بتكون جميلة جدا. وحاليا هستكمل جولتي في شوارع القاهرة، بصراحة وحشاني جدا منطقة وسط البلد. انا مش بعيد عن منطقه خان الخليلي والحسين، المنطقه التاريخيه هنا في القاهره، بحاول اتمشى واروح لهناك. بحاول ما استخدمش النهارده تاكسي او مواصلات عامه او مترو، بحاول اتمشى كده في شوارع القاهره. وصلت حاليا لمنطقة هنا في القاهرة اسمها سوق العتبة، سوق شعبي كبير ودوشة جدا زي ما انتم شايفين.
لو تشوفوا العربيات الصغيرة اللي هناك دي بتروح لمنطقة الحسين والأزهر. اخيرا وصلت لمنطقه الحسين ومنطقه الجامع الازهر اللي موجود ورايا حاليا. حابب بقالي فتره طويله جدا ما زرتش الازهر، ان شاء الله يكون مفتوح ومتاح للزياره. واخيرا موجود حاليا داخل الجامع الازهر. فعلا تحفة معمارية من اجمل الاماكن او المساجد اللي ممكن تزورها في مصر. طبعا مسجد عمره مئات السنين، موجود في منطقة الحسين الازهر، يعني المنطقة دي بالكامل قريبة جدا من بعض، تقدر تتمشى من مكان للاخر. حاليا هتوجه من المسجد او الجامع الازهر الى مسجد الحسين. وزي ما انتم شايفين الشوارع هنا زحمة جدا. حابب حاليا اشرب عصير قصب في محل مشهور اسمه الحسين درينك، موجود جنب الجامع الازهر على طول. طبعا عصير القصب هو المشروب الرسمي في مصر، بعشقه بصراحة، يعني بشرب في اليوم ممكن مرتين ثلاثة في شوارع مصر القديمة. ودلوقتي يلا بينا على الحسين، منطقة خان الخليلي، شارع المعز. اي حد بيخطط يزور القاهرة اعمل حسابك، الشوارع هنا زحمة جدا سواء بالناس او بالسيارات. محتاج اعدي النفق ده وبعد كده اطلع على مسجد الامام الحسين. Thank you.
وموجود حاليا في منطقة الحسين، منطقة خان الخليلي. أعداد كبيرة جدا من السياح موجودة هنا في المنطقة. هو ده مسجد الحسين، هحاول أدخله حالا. أجواء فعلا جميلة جدا. ودلوقتي بعد زيارة مسجد الحسين، حابب اخد معاكم جولة سريعة كده في شوارع المنطقة هنا وشوارع خان الخليلي. يعني تعتبر المنطقة دي هي مركز السياح في القاهرة. افواج سياحية كتير جدا بتكون موجودة. لو حد كمان حابب يشتري سوفينير، هدايا تذكارية وكده، كل حاجة هتلاقوها موجودة هنا. كالعادة هحاول ما اتكلمش كتير، تسمعوا الأصوات اللي موجودة في المنطقة، تعيشوا الأجواء معايا. ريحة البخور بتكون قوية جدا في منطقة الحسين وخان الخليلي. محلات كتير بتبيع أنواع مختلفة من البخور. ريحة العود بالتحديد بتكون قوية جدا. طبعا الجزء ده من القاهرة يعني اعتقد عمره مش مئات السنين، كمان الاف السنين. زي ما قلت لكم يعني المحلات هنا بالكامل بتبيع السوفينيرز. هتلاقوا بقى من الاهرامات اللي هي الصغيره، توت عنخ امون، رمسيس، الحاجات دي كلها بتتباع هنا في خان الخليلي. الجو حاليا نوعا ما افضل شوية. خلاص الساعة حاليا داخلين على وقت المغرب، صلاة المغرب. خلاص
تعليق النظارة يا حاجة. انا فعلا مش حابب اتكلم، حابب تعيشوا يعني او تسمعوا الاصوات الواقعيه، لان بلاحظ مفيش محتوى كتير عن النوع ده من الاماكن في مصر من غير خلفيه يعني صوتيه او في اغاني او كده. حابب معايا تسمعوا اصوات الشوارع في القاهره. حاليا انا قريب من منطقه شارع المعز، من الاماكن ايضا المفضله بالنسبه لي في القاهره. صح شارع المعز كده، زي ما بيقولوا اللي بيسأل ما بيتوهش او اللي يسأل ما يتوهش. فخليني اتمشى معاكم لغاية شارع المعز. وهذه الاجواء هنا في منطقه شارع المعز، الاجواء فعلا جميله جدا. يمكن كنت زرت نفس المنطقه من سنه تقريبا، اعتقد حاليا الاجواء افضل شويه، في زحمه اقل نسبيا. من الاماكن اللي انصحكم يعني لازم تزوروها خلال رحلتكم في القاهره، منطقه حسين الازهر وشارع المعز. Thank you.
واستمتعوا معايا بالاجواء المسائية في منطقة خان الخليلي. بصور الفيديو ده وافكركم في شهر سبتمبر شهر 9. الجو الصبح كان حر جدا، بالليل او يعني بعد غروب الشمس الجو افضل بكتير. لو توغلت وتمشيت في الشوارع اللي هي جانبية بقى من الشارع الرئيسي في منطقة خان الخليلي هتستمتع جدا بأماكن تاريخية قديمة. ده كده زي ما قلتلكوا، هي المنطقة كلها محلات للهدايا التذكارية. تطلع من ممر تلاقي نفسك في شارع او ممر تاني. في كمان عدد من المقاهي القديمة جدا هنا في خان الخليلي، زي قهوة الفيشاوي، قهوة ام كلثوم. وهنا هتكون نهاية جولتي النهاردة في شوارع القاهرة، المدينة اللي فعلا دايما ليها أجواء مختلفة عن أي مكان في العالم. أتمنى إن شاء الله الفيديو ينال إعجابكم. يا ريت لو زرتوا القاهرة قبل كده تكتب تجربتك كانت عاملة إزاي في التعليقات. النهاية شكرا جزيلا على المشاهدة.